نصائح للعناية بسكاكين المطبخ. كثير من سكاكين المطبخ تصبح غير صالحة للاستعمال بعد فترة قصيرة. فيما يلي إليك بعض النصائح للعناية بها لعمر أطول. التنظيف بشكل منتظم بعد كل استخدام، وذلك بنقعها في الماء الساخن قبل غسلها. عدم وضع السكاكين في غسالة الأطباق، ويفضل غسلها يدوياً. مسح السكين بالزيت مرة كل شهر على الأقل لتجنب الصدأ. تخصيص سكين لكل نوع من الأطعمة، سواء اللحم أو الخضار، تفادياً لحصول تسمم غذائي، ولأن كل نوع يختلف في حدته عن الآخر.